قطعة حمام. شفي على القطعة سيد راشي، شفي على القطعة. هاي جديدة ولا مقلنة؟ تزعل منك أبو حمد؟ ها شو مقلنة؟ جديدة سيد راشي، جديدة، الله وكيلك جديدة. يا أبو نجيب، طالما عندك وحدة جديدة، ليش ما بتلبسها أحسن ما تبيعها وتشتري وحدة مقلنة؟ شو هاد سيد راشي؟ شو تفضلتوا سيدي؟ بدك يعني البسها لهي؟ ما بسخى يا ابو محمد، والله ما بسخى، بعدين بحقها بجيب اربع مقلنين، ما بسخى. يعني عريشك يا ابن نجيب. بس باين قطعة نظيفة. ها نظيفة، من وين جايبها؟ هذا يا سيدي من لأنت، في لي رفيق باسطنبول بيعزني كثير كثير، بيعزني، جاب لي هدية. يعني عريشك على هالسردة هي. ولك انت يا ابن نجيب رفقت بالحارة ما عندك، بدي يكون في عندك رفيق باسطنبول. ابو محمد خود مني من الأخير، الله وكيلك، بخلق أهل الحارة ما بيتصاحبوا سيد راسي، ما بيتصاحبوا، الله وكيلك. سيدي خلينا بنوام ولا لا، شو بدنا بهالعي مشان الله. محمد اللي قديش تسوى ليك يا ابن نجيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. دقيقة ابو محمد. خير شو في؟ يا سيدي عندي قطعة مرتبة غير شكل. خير شو هي القطعة؟ صباط اسطنبولي، جاي هدية لأبو نجيب. قلت لحالي من أول ما شفته ما في حدا بيفهم بهيك شغلات غير أبو خيره. إيه إيه، لا اسطنبولية ملوكية أصلية. عجبتك يعني؟ إيه عجبتني، حط لي إياها بالكيس لإلك. إيه ها؟ يستر عرضك سيد هاشم. وطنم بيع سيارتي، وطنم بيع، الله يستر. لك شو صار لك؟ ما نعطيها هالزلمة بده يشتريها. أخي ما بدي بيع. لك معقولة لك عطيتك إياها لحتى تلبسها بتقوم تيجي بدك تبيعها بس مو الحق عليك؟ في ناس أحق منك فيها. لا والله ما بدي أخذها. والله هي وفقك يا محمد، الله لا يوفقك يا محمد. دعاس أنت ويوسف وأبو سطيف بديروا بالكم على الحاصل بغيابي. تأمر معلم. ويا واش يا واش على الشغيلة. ها حاضر معلم. ديبو نط تناول الطنبور والحاني على المزرعة، وجيب معك الفانوس لأنه بجوز نتمثل لنرجع. تأمر معلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك معلم. الله يسر لك. الله يديمك. أمان الله. يسر لك. ربي بيوفقك يا معلمي. آمين يا رب. الله عليك يا ابو نجيب، بده يبيعه لك. ايه والله عجبك على العمله. هذا الزلمه طول حياته هيك، بيجمع بالمصاري وبيعرف حاله من كل شيء. لك وسمعت انه ابن نجيب طفش من الحاره بسبب طبع ابوه، مضبوط الحكي؟ ايه بلا، قلع من البيت مشان شويه قهوه ما اشتهى ياكلون. لا ونجيب ولد شغيل وتعيين، كان يطلع من اذان الصبح يجرها الكراجه مثل القديش هيك لاذان المغرب، وكان كل شيء طالعه ياخذها ابوه منه. والله لا يعطيك العافية يا ابن نجيب، مشان شوية قورمة بيقلع الولاد. لا والمسكين وين ما قعد كان يفتحوا له سيرة أبوه على ضحك ومسخرة. الولد ما عاد يتحمل، طفش من الحارة وما حدا عرف وين أراضيه. اي والله معه حق. هات لنشوف شو فيها القزيطة. والله يا أبو زهدي فيها أخبار لا بتفرح ولا بتسر. خير خير، شغلت لي بالي. الحرب على الآنة وكل ما لعمة تقرب صوبنا. مين على الآنة بقى؟ بأوروبا، مو مطولة توصل لعنا. ها يا لطيف، مشان هيك أخذ عسكر شغال على أبو جنان. اي نعم. لك إن شاء الله بتسلمي لقلبي على هالركان. اي والله والله، عمك أبو وطاح ما يشوف جات هالفواكه ليطير عقلي. يا عفاف، عفاف مور ابن عمي، جيبي لي مكبس الشوارب وحنجور الدبع دخيل عينك. من عيوني. روحي صبوها شوفي لي. حاضر يا بي. يسلموا. مين؟ خالي أبو قاعود وخالي أبو دياب يا بي. يا ميت اهلا وسهلا. اهلا اهلا بالعقيد. اهلا سهر. اهلين ابو دياب. اهلين عقيد، والله شرفتوا. اهلين اختي، الله يرضى عليك. يا ميت اهلا وسهلا. يا ميت اهلا وسهلا، شرفتوا. نجوحه تعي تعي، تفضل. كيفك سهر؟ شو يا ميت اهلا وسهلا، الله يخلي لي اياك يا رب. اهلين ابن عمي. اهلين. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو شلون دلال؟ الحمد لله على حالها. ما بعرف ليش انشغل بالي عليها، قمت سكرت دكانتي وقلت لحالي اجي اشوفها.
لكن ما زالك اجيت ابن عمي. رح اوصل لعند ام وضاح هنيه بسلامه ابنها، وانت بتبقى عند البنات لبين ما رجعت. يا بديع، انا سكرت دكانتي مشان اجي شق على البنت وارجع، وين بدك تروحي وتتركيني؟ ولك يا رجال، والله مو حلوه ما روح هنيه للمخلوقه بسلامه ابنها. الواجب واجب، مو هيك علمتني ابن عمي؟ ولا انا غلطانه؟ لا ماني غلطانه، روحي اعملي هالواجب ورجعي، بس لا تتعوقي. ابن عمي الله يخليك، لا تطلع من البيت لحتى ارجع، لانه البنات صايرين عم بيخافوا. اوف، الدنيا نهار، من شو عم بيخافوا؟ والله ما بعرف ليش صايرين عم بيخافوا. رح روح البس ملايتي. اهلا وسهلا بالمختار. يا ميت اهلا بمعلمنا. اهلين وسهلين باب نوري، شلونك وشلون العيال؟ الحمد لله بخير، الله كرمنا بفضله وخيره. لا اله الا الله. شو اخبار الموسم هالسنه؟ الحمد لله، مثل ما لك شايف، ماشي حاله. الحمد لله. اب نوري يرضى عليك، زبط لي القعده لبين ما شق على البستان. على عيني معلم. يا اهلين وسهلين، تفضل. اهلين، ان شاء الله الحمد لله على سلامته، والله يعافي لك اياه يا ام وضاح. الله يسلم لي اياك يا رب، ويطعمك الصبي بجاه حبيبنا محمد. تسلمي ان شاء الله. شو وينها سميحه لكان؟ حبيبتي عم تتغسل. ايه حمام الهنا ان شاء الله. شلونن البنات؟ اخ يا ام وضاح، والله عندي هالصغيره. مين دلال؟ اضرب عليها ان شاء الله. خير، شو بها؟ والله صار لها كام يوم ضعفانه. معفايه ان شاء الله وما على قلبها شر. تفضلي تفضلي. ابن عمي لك الجاهز. يلا يلا تفضلوا على البيسو. يلا اهلا وسهلا. شو صهر، ليش معذب حالك؟ لا 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 لا، تكون معتبرنا غربه ولا نحن ضيوف؟ لك انتوا احلى ضيوف بالعالم كله. شري علي صهر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضل ابو دياب. هاتي يا ماما. يلا يلا. شو هاد اختي، شو هالخير كله؟ الله يجعله عامر، الله يجعله عامر يا رب. اهلا وسهلا يا ميت، اهلا وسهلا. ايه صهر، ما قلت لي شو بموضوع الورثه؟ والله يا ابو قاعود انا مو من حقي احكي بهالموضوع بنوب. لا صهري، من حقك، مرتك لها حق بالبيت وبالبوايك اللي بالميدان، ونحن بدنا نصفي الورثه وكل واحد ياخذ حقه. ايه شو عليه حق؟ حق عفاف رح تاخده مصاري، والبيت مثل ما بتعرف كلياتنا ساكنينه، والبوايك نحن الاربعه عم نشتغل فيه. ابو قاعود اجل لي هالموضوع لبعدين. كول. رح اكل صهري، رح اكل. صهري ليكون مالك خاطر نعطي عفاف مصاري بدل حصتها. لا يا ابو دياب لا، يا عيب الشوم، هي ما حبيتها منك بنوب. اخي عشان تطمنوا انا راح احكي بالنيابه عن عفاف. عفاف ما بدنا منكم شيء بنوب، نحن اللي عنا مكفينا، ورب العالمين سبحانه وتعالى طامرنا بخير وطمر. بس يا ابو دياب انا عم بحكي امرك اخي، بس قلت لحالي يعني بركدان صهري ابو ادهم عنده راي تاني او رايد يشاركنا بالبيت وبالبوايك. الله يسامحك يا ابو دياب، هي ما حبيتها منك بنوب. تفضل واكيد. والله من ضل ميتين منه رعبه يا ام وضح، الله لا يوفقه ولا يوجه له الخير. يا لطيف، لهالدرجه وصلت معه؟ الله وكيلك، الله وكيلك، لو ما الله دخيل اسمه واقف جنبنا بالوقت والساعة، لحتى كان هالواطي نزل على البنات. أعوذ بالله على الحكي، وكيف ترك البنات لحاله؟ لا أيوه، شلون تركتهم لحاله؟ إيه والله ما عدت استرجيت أتركهم لحاله لحظة واحدة، أبوهن عندهم تقبريني. وأبوهن دري بهالقصة؟ لا أيوه، إيه والله ما يدرى لحتى يشرب من دمه. مثل ما بتعرفي يا موضع، جوزي غريب ووحداني، ونحن حريمات، مالنا غير الله وهو. لهيك قلت لحالي بخبر عمي ابو غضاح، بركي بيلاقي لنا حل لهالمشكله. وابو ادهم ما دري بهالقصه؟ والله الاخر ما استرجيت خبره يا ام وضاح. بتعرفي ابو ادهم عصبي ودمه حام، خفت اذا خبرته يروح يذبحه وننفضح نكون نحن السبب وتصير قصتنا على كل لسان. خير ما عملتي ولا يهمك، طولي بالك، هلا بس يجي ابو وضاح انا بحكي له وهو بيحط له حد. اعوذ بالله ما يدري بهالقصه ليطير عقله، ما بيهون عليه بهالحكي بنوب بنوب. بس دخيلك دخيلك يا ام وضاح،
ما بدي حدا يضرب قصتنا غيركم، وأهم شي جوزي ما يعرف. أعوذ بالله، هي أسرار الناس كلها عند أبو وضاح، كبير ماله قرار.